أهلا وسهلا بكل المتابعين، وأهلا بكم في الفقرة التغذية الصحية صحتي في مكلتي رفقة الأستاذة أسماء زريول أخصائية في التغذية والحمية بالرباط. اليوم غادي نهضروا مع اللوبيا، من معروفة من وجباتنا الشعبية المتاحة بكثرة لأنها اقتصادية، وجبة مشبعة طبعا والطعم ديالها لذيذ، واللي كيزيد من المزايا ديالها هي أنها عندها واحد المنافع غذائية عديدة وقيمة. خليكم معنا حتى تعرفوا عليها مع الأستاذة أسماء زريول أخصائية في التغذية والحمية بالرباط. أستاذة صباح الخير. صباح النور، اش اخبارك استاذه اسماء؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. اذا استاذه اسماء، في هذا البرد طبعا اطباقنا المغربيه ما كتخطاناش، طبق ديال اللوبيا بين الاطباق الشعبيه اللي معروفه، فنبغيو نعرفوا المستمعين اكثر بالفوائد ديالها والطريقه الصحيه ايضا للطهو. نعم، بالنسبه اللوبيا عندها فوائد يعني عديده جدا، فهي يعني كتركيبه كنلقاو فيها بواحد الشكل اساسي الكربوهيدرات ومصدر للبروتينات ومصدر ايضا للالياف الغذائيه. وملي كنتكلموا عفوا على الالياف الغذائيه، كنعرفوا انه غادي تحمينا الجهاز الهضمي من لا كونستيباسيون ولا القبض، انها كتوفر واحد النوع ديال لي فيبر اليمونتير ولا ديال الالياف اللي كتحفز البكتيريا المعويه اللي هي جيده عندنا في الجهاز الهضمي. كنعرفوا ايضا ان المكونات ديالها من الالياف كتساعد على ان الكوليسترول يكون في المستوى الطبيعي ديالو. نعم يعني حتى يعني المفاجاه حتى بالنسبه لمرضى السكري. نعم. مرضى السكري دائما ما كنتكلموا على انهم يحيدوا القطنيه، يحيدوا اللي باغي يطلعوا السكر. فعلا الا تم تجاوز الكميه المحدده ديال اللوبيا، فهنا غادي يكون ما تمش الاكل ديالها واحد الاطار معين فيه خضار وهذا، فاكيد انها غادي تطلع شويه سكر، ولكن هي مهمه لمرضى السكري. نعم. ولكن بشرط انهم ياخذوها بكميه اللي هي كتناسب كل واحد فيهم. ممكن ياكلوها مثلا مع الخبز او لا استاذ اسماء؟ فهمي فين كيكون الفرق. فهي على حسب الكميه، فيمكن لهم ياكلوا كميه مثلا بحال دابا نصف الحصه ديالهم تكون لوبيا ونصف الحصه الاخرى تكون ديال الخبز، وهنا كيجمعوا حصه ديال الكربوهيدرات. نعم. نيت واحد المستمع معنا لحظه بغى التدخل ديالو، عنده فيه السكر وقال لك واش ممكن ياكل كاع القطاني بما فيها العدس اللوبيا الجلبانه اليابسه؟ اكيد ممكن انه ياكل جميع القطاني. فقط الشرط ديالنا هو انه اما غادي يختار ياخذ حصه وحده من هذا القطاني، او اللي يقسم الحصه الا كان ضروري ياخذ الخبز، وياخذ نصف حصه ديال الخبز ونصف حصه ديال القطاني باش كيجمع حصه وحده، وكيخص الخبز بطبيعه الحال يكون فيه الياف، وبطبيعه الحال ما خصناش نكونوا كلينا شي حاجه حلوه ولا هذا باش ما يكونش طلع علينا السكر ونقول لا راه السكر راه اللوبيا اللي طلعت السكر. نعم. احيانا الناس كيشربوا اتاي حلو ولا ناقص حلاوه، ولا تياخذوا مثلا كيتجاوزوا كميه الخبز تيقول لك لا راه القطنيات اللي طلعتهم. نعم. في حين ان القطنيات ممتازه، فكنعرفوا ان القطنيات فيها الفيتامين بي 6 بي 3 بي 2 يعني مجموعه فيتامين بي، كنلقاو فيها الفيتامين ا، كنلقاو فيها الحمض الفوليك، الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم، زنك، النحاس، يعني كاع هاد المعادن هذه. وكنلقاوها انها فيها ايضا واحد الانواع ديال مضادات الاكسده، مثلا هذاك النوع اللي كيكون احمر اللي هو ما كيكونش عندنا حنايا كثير، هذا النوع اللي احمر كيكون فيه لونتوسيانين اللي هي واحد الماده كنلقاوها حتى في الحار اللي هي مضاد اكسده اللي هو قوي. كنلقاو ايضا فيها مضادات اكسده اخرى، مثلا كنلقاو فيها لاسابونين، كنلقاو فيها يعني مجموعه من مضادات الاكسده. نعم ممتاز. يعني خلاصة القول أن اللوبيا على الرغم من يعني بعض المشاكل اللي كتقدر دير للناس بالنسبة للجهاز الهضمي وكتنفخهم هذا، فلازم أنه يتعودوا على الأكل ديالها. نعم. لأن شكون اللي كتنفخه؟ نعم أستاذ أسماء، على الفرق ما بين اللوبيا البيضاء اللي عادية يابسة وديك الأخرى اللي كنفركوها؟ نعم هي الفرق ما بينها نفسها. هي نفسها. غير الاخرى عندها زعما نفس الفوائد القيميه، عندها نفس الفوائد تقريبا، غير وحده يابسه وحده يعني
وحده يبسه وحده بقات طريه. نعم. وكناكلوها في الموسم ديالها. نعم. يعني سواء كانت يابسه ولا كانت طريه فهي كتبقى مفيده جدا اللي جبرنا فيها ممكننا ناخذها. والناس اللي كيعانيوا من اللوبيا انها كتنفخهم انها كتسبب لهم غازات وهذا خاصهم فقط يتعودوا على التناول ديالها يعني باستمرار. نعم. بمعنى ماشي انهم دراتهم صافي وقفوا يعاودوا شي يوصلوا تماما. لا لا غادي الا دراتهم غادي مره اخرى غياخذوها ولكن دائما غادي كيزيدوا في الكميه حتى يوصلوا للكميه اللي ما غاديش تضرهم وغادي يكونوا تعودوا عليها يعني باغ لا سويت. نعم. هذيك المساله ديال شحال هذه حقا اللوبيا اللي عنده المصاره نحيدها اللي عنده هذه نحيدها هذاك الشيء كلهم اخطاء يعني ما منهمش حتى شي حاجه. نعم. بالعكس اين بصح كانوا اللي عندهم هذه المشاكل كيحيدوها المصارن ديالهم ما تيبقاوش يضروهم ولكن المشكل ماشي في اللوبيا المشكل في المصارنهم همايا ما فيهمش البكتيريا اللي غتهضم لنا ديك الفيبر اللي كاينين في اللوبيا. نعم. مسألة أخرى اللي هي مهمة هما الناس اللي السيدات اللي كترضع. السيدات اللي كترضع بعض المرات هي كتقول لك لا أنا تنرضع ما ناكلش القطنيات. نعم كيديروا لي ليكاس غيدوزوا البيبي. لا هما هاد القطنيات كيف ما بغاو يكونوا كيف ما بغاو يكونوا هاد القطنيات لازم أن المرأة تاكلهم واخا تحس بتغيرات عند هذاك البيبي هذيك التغيرات هي إيجابية تساعدها على أنها يعني فيها منافع أكثر من أنها غدرها. أكيد هي ما غاديش تضر هي بحال كتخلي البيبي يولي يعرف هذاك المكون الغذائي من بعد ونسال أنه يتقبله. نعم ممتاز. ما نزولوهاش. نعم استاذة أسماء تبارك الله عليك شكرا لك على هذه النصائح اللي كتقدمي لنا فقرة صحتي فما كلتي. تابعونا مستمعينا الأفضل المزيد من المعلومات.